خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني، الرئيس السيسي يؤكد سيادته على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة. مدبولي ونظيره الإسباني يوقعان على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي البلدين. القضاء الليبي يعيد عبد الحميد دبيبة إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد رفض الطعون المقدمة ضد ترشحه. الثامنة تماما هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، هذه بانوراما جديدة لأهم وآخر المستجدات على شاشة النيل الأخضر. مرحبا بحضرتكم. قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عكست الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. لقد أجريت مع دولة رئيس الحكومة الإسبانية مباحثات مثمرة وبناءة عكست بوضوح إرادتنا السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وأسبانيا في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيث استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والدفاعية في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه ناقش مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز سبل زيادة الأفواج السياحية الإسبانية إلى المقاصد المصرية، متوجها بالشكر إليه على الإهداء التي قدمته الحكومة الإسبانية من اللقاحات إلى مصر. كما ناقشت مع دولة رئيس الحكومة أيضا سبل زيادة تدفقات السياحة الأسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعت في هذا السياق على التدابير السياحية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد، ومنها حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وهنا يجب أن أتقدم بالشكر باسمي وباسم كل المصريين على الإهداء التي قدمته حكومة أسبانيا من اللقاحات إلى مصر. هذا وقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إن إسبانيا ومصر تربطهما علاقات تاريخية عميقة، وأضاف أيضا أن إسبانيا تعتبر مصر شريكا مهما واستراتيجيا، معربا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. مصر وإسبانيا بلدان صديقان تربطنا عواصر طويلة ومتعددة ومتنوعة، ونحن نطمح إلى تنويعها وتعميقها. وإسبانيا تعتبر مصر بلدا مهما جدا سواء على صعيد العالم العربي أو المتوسط، ونحن مطالبون بتعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والسياسية. والوفد الذي يرافقني يعكس اهتمام الذي يحدونه واهتمام الشركات الإسبانية للانخراط في عملية النمو والتطور الذي تشهده مصر، ونحن نعتقد أن بالنسبة لشركاتنا هناك تصميم للانخراط في هذه المشاريع، وهناك العديد من الشركات الإسبانية التي تعمل في إسبانيا مثل معالجة في مجالات مثل معالجة المياه، وهناك كثير من الفرص في عملية التقدم المصري والتطور المصري. وننوه عناية مشاهدين أننا سنذيع عقب هذه النشرة مباشرة المؤتمر الصحفي كاملا للرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
كان الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا قد عقدا جلسة مباحثات ثنائية وأخرى موسعة بقصر الاتحادية تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بضيف مصر الكريم مؤكداً سيادته تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كافة المجالات خاصة الاستثمارية والتجارية والطاقة والسياحة. وحول هذه الزيارة معنا على الهاتف الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل، بعد التحية لحضرتك، وبداية كيف تنظر إلى هذه الزيارة وأبعادها على المستوى الإقليمي والدولي؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أنا بعتقد أنه هذه الزيارة لها مجموعة من الأبعاد المهمة، واللي خاصة في مصر بتثبت عدد كبير من الدلالات. أولها أن الدولة المصرية بما وصلت إليه من رؤية وتجربة ملهمة في التنمية، وهي تتحرك في المحيط الاستراتيجي والإقليمي بشكل قوي، يعني تمد يدها وتتحرك بسياسة إيجابية نشطة مع كل دول الإقليم والدول، يعني القوى الإقليمية والدولية. زيارة السيد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بتدل أنه هناك عدد كبير من العلاقات أو من ملفات العلاقات الثنائية في مصر لها أهمية سواء على الجانب المصري أو على الجانب الإسباني، خاصة أنه يعني زي ما احنا بنتكلم في الفترة الأخيرة أنه مصر بما وصلت إليها أن تكون محور للطاقة بما تمثله من يعني رؤية في التعايش السلمي وحسن الجوار ل يعني القضاء على النزاعات والمشاكل في الدول الإقليم. حضرتك تعلمي أنه مسألة أمن الطاقة يمثل أهمية كبرى للدولة الإسبانية، ودي حاجة مهمة جدا وكان فيما يخص المتوسط. نعم، فيما يخص إضافة إلى بعض المشاكل والأزمات التي تخص دول المنطقة زي الملف الليبي، العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، عدد كبير من الأزمات في الإقليم. بتسعى الدول الأوروبية دائما للاطلاع على الرؤية المصرية، خاصة لأنها رؤية يعني تتمثل مع الرؤى الأوروبية لما لهم من أهمية في تدعيم الدول وحفاظ الأمن والاستقرار في هذه الدول. إضافة إلى المسألة المهمة واللي بتثبت طوال الوقت أن مصر أصبحت دولة قوية تحقق معدلات نمو عالية، اقتصاد قوي، يعني فرص استثمارية ضخمة للدول الأوروبية. تسعى كافة الدول إلى أن تكون متواجدة في السوق المصري والاستفادة من يعني الوفرات الاستثمارية الضخمة ومناطق الصناعية سواء في منطقة شرق قناة السويس أو في المشروعات يعني المشروعات القومية الكبرى في مصر، والتي تعتبر كمان يعني هي مش بس اللي داخل السوق المصري الذي يعني بيتمثل في 100 مليون مواطن، انما كمان بوابه لافريقيا في قاره بكر يعني زاخره بالفرص الاستثماريه الضخمه. يعني اسبانيا تريد ان تكون مثل باقي الدول التي اتت الى مصر وتنظر اليها كشريك استراتيجي يمثل استقرار وامن للمنطقه. رايت
مدار الأسابيع الماضية تحركات السياسة المصرية مع فرنسا، مع لندن، مع قبرص، مع بالفعل بالفعل دكتور إسماعيل تركي عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والنظير الإسباني بيدرو سانشيز جلسة مباحثات موسعة بمقر مجلس الوزراء. وقد أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني وتشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه بمجال التعاون من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين. وقد رحب رئيس الوزراء بقيام الجانبين بالتوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي. يأتي هذا فيما وقع مدبولي ونظيره الإسباني على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي البلدين، والذي تتيح من خلاله الحكومة الإسبانية 400 مليون يورو لتمويل مشروعات تنفذها الشركات الإسبانية. كما وقع الجانبان على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقة والرياضة. تعزيزا للعلاقات الثنائية، جاء افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز لمنتدى الأعمال المصري الأسباني بحضور عدد من الوزراء ومجتمع المال والأعمال من البلدين. حركت مصر خلال السنوات الماضية بخطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومحددة وعملية استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة. كما نجحت مصر بفضل تلك الإصلاحات في اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا،
واستطاعت الصمود في وجه التداعيات الصعبة التي تسببت فيها الجائحة، بل كانت من الدول المعدودة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية بلغت 3.3% خلال العام الماضي. مدبولي في كلمته دعا ممثلي القطاع الخاص الأسباني إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدن الجيل الرابع، وزيادة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر والتي تتجاوز في الوقت الراهن 1 مليار يورو. قد اتخذت مصر العديد من الخطوات التي كان لها أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصري في أسرع وقت ممكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقا للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر. إن الحكومة الإسبانية اختارت مصر كدولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا في أفريقيا، وباختصار شديد نود أن نزيد من أن ينمو حجم التواجد الإسباني في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والمجال الزراعي ومجال السكة الحديد، هي قطاعات هامة جدا للتدعيم هذه العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد أسبانيا الشريك التجاري الثاني لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2 مليار يورو، فيما بلغت حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى مدريد نحو 700 مليون يورو خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام. وأتم الاتفاق بين رئيسي الوزراء في البلدين على تجديد بروتوكول التعاون المالي بقيمة نحو 400 مليون يورو، ما يعطي دفعة قوية للشركات الأسبانية لتطوير شراكتها المتميزة مع مصر. يهدف منتدى الأعمال المصري الأسباني إلى تعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية بين القاهرة ومدريد، وكذلك تعزيز العلاقات بين دول شمال المتوسط وجنوبه. هشام حامد، النيل. استقبل اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة. وقد أشاد أبو الغيط بالعلاقات المثمرة بين الجامعة العربية وإسبانيا، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمعها مع العالم العربي، معربا عن تطلعه لتعزيزها في جميع المجالات وخاصة في الميدان الثقافي من خلال بيت العرب في مدريد. قام الأمين العام لجامعة الدول العربية بزيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 اليوم، حيث تفقد الأجنحة المختلفة. وقد التقى أبو الغيط خلال زيارته بكل من رؤساء أركان الجيش المصري والإماراتي والجزائري، حيث عبر عن اقتناعه بأن مثل هذه المعارض العسكرية التي يتم الإعداد لها بمعايير عالمية تمثل إضافة مهمة للأمن القومي العربي. في إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وعلى هامش فعاليات معرض إيدكس 2021، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح، بهدف تعزيز علاقات التعاون في مجالات العسكرية المختلفة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، تحسبا لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعرف بأوميكرون في مصر. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملتها المكبرتها لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين.
تتلاحق الضربات الأمنية وتتواصل لمكافحة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تضر بصحة وسلامة المواطنين وكذا سلع مغشوشة ومقلدة. من هذا المنطلق تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 45 طن لحوم ودواجن ومصنعات ومفروم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية. وتمكنت من ضبط 30 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالبحيرة، وضبط قرابة 20 طن زيت طعام وخل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزنين بدون ترخيص للسلع الغذائية بالجيزة والشرقية ومصنع لتعبئة زيت الطعام بالقليوبية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط قائد سيارة حال سيره بالغربية وبحوزته قرابة 10 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، كما عثر معه على أكثر من 100 بطاقة تموينية ذكية بهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لها. وتم ضبط قرابة 12 طن دقيق بلدي مدعم ناقص الأوزان ومخصص للمخابز البلدية داخل مطحن ومخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بهدف بيعها بالسوق السوداء. وضبط 39 طن أرز تموني غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية ببني سويف. الإدارة تمكنت من ضبط قرابة 17 طن بن مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 15 طن سكر تموني غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة موظف بإحدى شركات تجارة الجملة وأمين مخزن فرع ذات الشركة بكفر الشيخ بهدف توزيعها على تجار التجزئة. الإدارة تمكنت من ضبط 13 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بداخل محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 54 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني بالمنوفية، كفر الشيخ والشرقية، وضبط أكثر من 14 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالمنوفية والشرقية والغربية. أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 28 والتي تقام في الفترة من 11 إلى 15 من ديسمبر الجاري. وأضاف الوزير أن هذه المسابقة هذا العام تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله بمشاركة 74 متسابقة و12 محكما من داخل وخارج مصر. وأكد جمعة أن الفائزين سيشاركون في المسابقات العالمية بالتوالي وسيتم إعداد دورات تدريبية لهم. احنا بنعد برنامج إن شاء الله تأهيلي خاص جدا جدا سواء في تعلم القراءات أو في فهم معاني ومقاصد القرآن الكريم إن شاء الله، بما يؤهل أبنائنا وبناتنا أن يكونوا مستقبلاً أنموذج يعيد لمصر مكانها الطبيعي في دولة التلاوة، مصر عظيمة لقراءها الكبار. نؤمل في هذا الجيل أن يشتغل على نفسه ويشتغل على نفسه بلخصها في ثلاث حاجات: إتقان الحفظ، أدي أول نقطة. اثنين، الشغل مع علماء الأصوات والقراءات. ثالث نقطة، فهم معاني القرآن الكريم.
وإلى الشأن الليبي، حيث أعادت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس رئيس الحكومة عبد الحميد الدببة إلى السباق الرئاسي بعدما رفضت الطعون المقدمة ضده من قبل منافسيه. وأكد محامي الدبيبة عقب خروجه من المحكمة، أكد إلى أن الحكم النهائي غير قابل للطعن. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو المبنية داخل جبل. وقالت الوكالة إنها تحققت من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5% في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من دراس IR6 في منشأة فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20%. قال رئيس منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن الكثير من المعلومات عن متمحور أوميكرون من فيروس كورونا ما زالت غير معروفة، لكنه تم رصده أكثر من 40 متحورا مرتبطا بسلالته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن متحور دلتا أصبح هو السائد في أوروبا التي أصبحت مركزا لتفشي هذه الجائحة. وأكد أنه لا حاجة لتطوير لقاح جديد بعد ظهور المتوحر الجديد للفيروس لإجراء تعديلات بسيطة على حاليا، مضيفا أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بالكورونا بسيطة ولا توجد حالات خطيرة. في حوار خاص لقناة النيل الأخبار، أكد كريستين ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أكد أن العلماء يبحثون المتغير الجديد أوميكرون، وفي غضون أسابيع سيكون هناك إجابات واضحة حول كيفية التعامل مع المتغير الجديد ومدى خطورة الإصابة به. أن طريقة الرصد هي معيارية أو قياسية للغاية، ولذلك نجحنا في رصده، وقد يتم رصده بالفعل في أماكن أخرى في العالم. إنما نفعله هو كيفية ما يتغير، هو كيفية الاستجابة إلى اللقاح والعلاجات. هذا ما هو ينظر إليه العلماء الآن ويبحثونه، وفي غضون الأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة سنحصل على إجابات كيفية التعامل مع التغير الفيروس ومدى خطورة الإصابة به والعدوى. كل ما لدينا الآن نتائج أولية ولا تبدو واعدة للغاية، لأنه يبدو أنه ينتشر بشكل أسهل، فبالتالي الإصابة أو العدوى ستكون أعلى. ونشرتنا مستمرة مع حضرتكم وفيها، ولكن بعد الفاصل. بلينكين يهدد روسيا بأنها ستدفع ثمنا غاليا إذا شنت هجوما على أوكرانيا. ما هو قادم الوقفة الاقتصادية؟ وحسام الدين عاطف، إليك حسام. أشكرك دينا، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية لاستعراض خطط عملهم في مصر. أهلا بكم من جديد. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الإسبانية مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز اجتماعا مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية المشاركة في منتدى الأعمال المصري الإسباني، وذلك لاستعراض خطط عملهم في مصر. حضر الاجتماع ممثلو من شركة سيمينزا غاميزا المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة من الرياح، والتي قامت بتنفيذ نحو 80% من مشروعات مزارع الرياح في مصر، وشركة نافانتا
الصحية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها. كما حضر الاجتماع شركة كاف جروب والتي تعمل في مجال تصنيع عربات وقاطرات ومعدات السكك الحديدية بالإضافة إلى تصنيع أتوبيسات النقل، وهذه الشركة تنفذ مشروعات في مصر لصالح هيئة السكك الحديدية. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن الحكومة تسعى دائما لخلق فرص عمل جديدة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات للنهوض من المجتمع في قرى الريف والمدن المصرية الكافة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال انطلاق ورشة منسقي مشروع أيادي مصر. أيادي مصرية مبادرة أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وإحدى الشركات الإلكترونية، وذلك بهدف خلق فرص عمل للمرأة والحفاظ على التراث من مختلف محافظات مصر. عندنا ما يقرب من 160 تقريبا حرفة مختلفة موجودة داخل محافظات مصر. الحرف دي كلها ليها آثار جيدة جدا في التعامل، بإيجاد فرص عمل كبيرة، بإيجاد في ان احنا في توفر مستوى معيشي جيد للمواطنين. يقدم المشروع الدعم الفني والتقني الاحترافي من خلال الشراكة مع احدى الشركات الكبرى في مجال التسويق، لتكون بذلك اول منصة الكترونية مختصة في الحرف اليدوية. نوصل حلقة الامداد كلها وكل الخدمات المصاحبة لاصحاب المواهب، بحيث ان احنا نساعدهم ان هو يعمل تجارة متكاملة وبتخاطب الاسواق المتاحة كلها. احنا المنصة تم اطلاقها بالفعل حاليا، وبنضيف عليها بقى المحافظات ضمن خطة كده مع الوزارة، فتم اضافة عدد من المحافظات بالفعل. معينين في كل محافظة، وزارة التنمية المحلية مشكورة معينة في كل محافظة نقطة اتصال فوكل بوينت. الفوكل بوينت ده هو اللي بيوصلنا بالمنتجين الصغيرين اللي عنده في المحافظة، ويقدر يجمع لنا داتا عن الناس دي بحيث ان احنا نعمل لهم حساب على المنصة ونقدر نسوق لهم الكترونيا المنتجات بتاعتهم. تقوم المنصة ايضا بنقل وخدمة وشحن المنتجات من الاسر المنتجة وتوصيلها للسوق وتحصيل مقابلها المادية وايداعها في الحساب البنكي للبائع لضمان عملية البيع والشراء من جهة، ودعم الاقتصاد المصري من جهة اخرى. أيادي مصر مبادرة جاءت لتقدم كافة أشكال الدعم للمرأة وللشباب من خلال إحياء الصناعات الحرفية والتراثية، ولكن هذه المرة بشكل إلكتروني ترويجي حديث. محمد الخطيب، النيل. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية المعروفة بأدنوك خطة استثمارية لإنفاق 127 مليار دولار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2026. وقالت الشركة المملوكة للدولة إن الاحتياطيات الوطنية زادت بمقدار 4 مليارات برميل من النفط، بالإضافة إلى 16 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي. وقالت أدنوك إن ذلك يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة لتحتل المركز السادس في قائمة الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم، والمركز السابع في احتياطيات الغاز. تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخارجي للمرة الأولى منذ 13 شهرا في نوفمبر الماضي بعد إثارة السلالة الجديدة المتحورة من كوفيد-19 مخاوف المستثمرين. وأوضح تقرير أن مؤشر مورغان ستانلي لأسواق دول مجلس التعاون الخارجي تراجع بنسبة 4.7% خلال نوفمبر، بما يتسق مع أداء معظم البورصات الرئيسية على مستوى العالم. وشمل التراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المنطقة، حيث خسرت 205 مليارات دولار لتصل القيم السوقية للأسهم إلى 3.5 تريليون دولار مع نهاية نوفمبر. وإلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقتنا الاقتصادية. عودة للزميلة دينا أبو الفتوح. تفضلي دينا. شكرا لك حسام. ومع هذا الخبر، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك أدلة تثبت اعتزام روسيا القيام بأفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا، محذرا موسكو من دفع ثمن غالي إذا نفذت نواياها على حد تعبيره. وهدد بلينكن بأن بلاده سترد بقوة إذا هاكمت روسيا أوكرانيا من خلال سلسلة من التدابير الاقتصادية. أما من جانبه، فقد أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده إزاء التعزيزات العسكرية الأوكرانية بالقرب من منطقة الصراع الانفصالي في شرق البلاد.
أصبح سلوك كييف فج بشكل متزايد في العدوانية اتجاه اتفاقيات مينسك والاتحاد الروسي، وفي محاولاتها لاستفزازنا لدعم طموحات الغرب العسكرية. كيف يمكننا المضي قدما في العمل على هذا النحو؟ ماذا يحدث بالفعل؟ وماذا يعد لنا شركاؤنا؟ لكننا لن نفقد رباطة جأشنا. ما هو قادم أهم الأخبار الرياضية وأيضا مع حسام الدين؟ أعطف إليك حسام. أشكرك دينا مرة أخرى على هذه الإطلالة الرياضية، ودائما لا تبقى في هذه البانوراما إلا تذكرة سريعة بأهم عناوين الأخبار. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني، الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة. مدبولي ونظيره الإسباني يوقعان على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي البلدين. القضاء الليبي يعيد عبد الحميد الدبيبة إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد رفض الطعون المقدمة ضد ترشحه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه البانوراما لهذه الساعة. لكم تحيات كل فريق العمل وإلى اللقاء.